السلام عليكم. اليوم نعرفكم بفندق المرسى الذي يقع بزيرالدا واللي يعتبر جزء من مركب سياحي، مركبات سياحية على طول شاطئ والساحل الغربي لمدينة الجزائر العاصمة إلى حدود ولاية تيبازا. وكل هذه المنشآت التي تم إعادة تهيئتها في الآونة الأخيرة تعتبر يعني عامل مهم من عوامل تطوير نتاع السياحة في الجزائر، وكذلك يعني لاحظت في الآونة الأخيرة في السنين القليلة يعني الماضية فيه طفرة كبيرة جدا ضخمة في تطوير المنشآت السياحية والقدرات السياحية في الجزائر على كل تراب الوطني، خاصة يعني في السياحة الساحلية. أكيد لو تكون فيه إرادة سياسية قوية ويكون فيه إعادة النظر في طريقة التسيير نتاع السياحة بصفة عامة في الجزائر، والله البلاد هذه يكون فيها شأن كبير في الميدان السياحي. وحنا لابد وأؤكد هذا، أنه إذا كان فيه سياحة دولية خارجية لابد أن يحترم فيها مقومات دينية وثقافية للشعب الجزائري، ويكون فيه احترام، كل الاحترام للقيم الراسخة المجتمع الجزائري فيما يخص العائلة، فيما يخص احترام المرأة، فيما يخص احترام الجزائري. لابد أن يكون فيه مقاييس من هذا النوع باه ندخل في السياحة الدولية، وإن شاء الله يكون فيه، لأنه السياحة نعرف جيدا أن السياحة مورد هام جدا في جلب العملة، ولازم تكون هذه العملة حلالية وشريفة ولا تجلب على حساب قيمنا وتقاليدنا وأخلاقنا. إذن هذا هو، وإن شاء الله للحديث باقية، والسلام عليكم.